الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين لبحث تعزيز التعاون الثنائي وقضايا المنطقة. مجلس الوزراء يوافق على توليد عقوبة التنقيب عن الآثار وتهريبها والإتجار بها لتصل إلى المؤبد، ويبحث خطط تطوير نظام التعليم. خارجية كازاخستان تقول إن فصائل المعارضة السورية ستعاود غدا المشاركة في محادثات أستانا بهدف إنهاء القتال في سوريا. الرابع عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، مع بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم. تحية لكم. غادر الرئيس السيسي القاهرة متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة على مدار يومين، يجري خلالها مباحثات مع قيادات دولة الإمارات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تأتي زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات في إطار علاقات الأخوة الوثيقة بين مصر والإمارات، بما يساهم في دفع أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتأكيدا لحرص الجانبين على استمرار التنسيق بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية بهدف تعزيز العمل العربي المشترك وحماية الأمن القومي العربي. وأيضا مشاهدينا، في متابعة لآخر التطورات في الشأن الداخلي بشكل خاص، بحث مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية، وأيضا الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان. ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إدخال بعض التعديلات قانون الآثار، تتضمن تغليظ عقوبة الإتجار والحفر خلسة وتهريب وتصدير الآثار لتصل إلى الحبس المؤبد والغرامة المالية. كما تمت الموافقة على مقترح من وزارة الداخلية لتغليظ العقوبة للمضايقات التي يتعرض لها السائحون في الأماكن السياحية. بعد 2010 حصلت مستجدات كثيرة، منها حضرتك شفت بعد ثورة يناير 2011 الآثار تعرضت لسرقات وتعديات كتير، فكان أول حاجة لازم نعملها إن احنا نغلظ العقوبة بتاعة الحفر خلسة، بتاعة الاتجار، بتاعة نقل الآثار، بتاعة البيع، بتاعة إتلاف الأثر، بتاعة الحيازة الأثر بدون ترخيص، وضع الإعلانات على الآثار. يعني عملنا كل حاجات تحافظ على الآثار وعلى قيمة الأثر. تاني مستجد حصلت هي إنشاء وزارة للأثار. طبعا ساعتها كان في مجلس أعلى تابع لوزارة الأثار، والنهاردة في مستجد كان مقترح من وزارة الداخلية تم إضافته، وهو المضايقات التي يقابلها السائح داخل الأماكن الأثرية والمتاحف. حضراتكم بتشوفوا النهارده الناس بتروح تفرض على السائح انه يشتري حاجه غصب عنه ويروح يضغط عليه، فالنهارده اتعمل لها غرامه ماليه كبيره عشان تحد من الظاهره اللي بتزعج بعض ضيوفنا. من جهته أكد وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن مجلس الوزراء بحث قضية تطوير التعليم في مصر، وأضاف الوزير أن المجلس ناقش الخطوات التي يجب اتخاذها للوصول إلى نظام تعليم مصري مبتكر لإعداد الشباب للإنتاج والمنافسة العالمية، مؤكدا على ضرورة الاستثمار في المعلمين ووجود مدارس متميزة. كنت بتشاور مع الزملاء في مجلس الوزراء على الأفكار، يعني حاجتين الحقيقة. الوضع في الوزارة، وضع التعليم في مصر كما نرى يعني، وبعدين ايه الخطوات اللي عاوزين نعملها عشان نحاول نوصل لنظام تعليم مصري مبتكر عشان نعد شباب مصر للإنتاج والابتكار والمنافسة العالمية وللأهداف. محتاجين فريق كبير جدا من معلمين ممتازين، محتاجين معلمين ممتازين، فاحنا بنستثمر كل
فلوسنا وكل مجهودنا في انتاج معلم ممتاز، وهنصل بهذا المعلم بعد شويه صغيرين لدخل اعلى ولوضع اجتماعي اعلى لو صبر معانا. بس احنا في الاول وفي الاخر مش هنقدر نطور التعليم من غير مدرس ممتاز. من جهته ايضا اكد وزير التجاره والصناعه طارق قابيل ان الحكومه وافقت لهيئه التنميه الصناعيه على انشاء شركه لاداره المناطق الصناعيه لتطوير ووضع البنيه التحتيه وتخصيص المصانع وفقا لكل منطقه صناعيه. وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء قال قابيل ان شركه اداره المناطق الصناعيه ستعمل على تقديم الخدمات وتبريد للمصانع القائمه في المنطقه الصناعيه. اقرناه النهارده بعد العرض مني ان احنا وافقنا لهيئه التنميه الصناعيه انها تنشئ شركه لاداره المناطق الصناعيه، بحيث ان هيئه التنميه الصناعيه بتخش بتطور المنطقه، بتحط البنيه التحتيه، بتخصص المصانع على حسب الاستراتيجيه الخاصه بالصناعه فين هذه المناطق. بعد كده بتمشي هيئه التنميه الصناعيه بتخش شركه اداره تدير هذه المنظومه، بحيث انها تتاكد انه دايما البنيه التحتيه مصانه، تقدر تقدم خدمات للمصانع اللي موجوده في المنطقه الصناعيه. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا لدى مجلس الوزراء الزميل أحمد أبو الحسن. أحمد، كما تابعنا تصريحات مختلفة للوزراء، وزير الآثار، وزير التجارة والصناعة، وأيضا وزير التعليم الجديد لديك في الاجتماع الخاص بمجلس الوزراء اليوم، وأبرز الملفات وتفاصيل هذه الملفات التي تمت مناقشتها في جلسة اليوم. بداية نقول أن اجتماع مجلس الوزراء ما زال منعقدا حتى الآن، لم ينتهي بعد. وكما ذكرتم أيضا كانت هناك العديد من الملفات التي تمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع، من الملفات الخاصة بالعملية التعليمية والملفات الخاصة أيضا بالمناطق الأثرية وكيفية الاستفادة منها، إضافة إلى العديد من القرارات التي تم اتخاذها خاصة فيما يتعلق بمجال الصناعة. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أثناء على هامش هذا الاجتماع، أكد السيد وزير الصناعة والتجارة أنه تم الموافقة من قبل مجلس الوزراء على إنشاء شركة تابعة لهيئة التنمية الصناعية. هذه الشركة تهدف إلى الاستمرار في إدارة المناطق الصناعية بعد تنفيذها بشكل كبير، ومع إجراء التطوير والصناعة والصيانة لها. رأس مال هذه الشركة يقدر بحوالي 250 مليار جنيه. تهدف هذه الشركة إلى تقديم التدريب والصيانة للمصانع والاستمرار. أيضا هذه الشركة هي شركة قابضة، ويمكن للشركات الخاصة بشركات القطاع الخاص المساهمة والتعامل من خلال هذه الشركة في إدارة المناطق الصناعية. هناك أيضا العديد من القرارات الهامة الخاصة ب أيضا كيفية الاستفادة وتعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة بالدولة، خاصة فيما يتعلق بالموارد الخاصة بالآثار. هناك أيضا تأكيدا من السيد وزير الآثار بأن الفترة القادمة مع بداية شهر رمضان المقبل إن شاء الله سوف يتم فتح العديد من القصور الأثرية لإقامة حفلات إفطار وسحور، وأيضا إقامة العديد من المؤتمرات من خلال أيضا شركات سوف يتم التعامل معها عن طريق كمورد تجاري وكدخل لوزارة الآثار. هناك أيضا تأكيد من وزير التربية والتعليم بأن الصفين الأول والثاني الثانوي من بداية من العام القادم سوف يتم تخفيض المناهج بهما، حيث سوف يتم تخفيض هذه المناهج إلى نسبة أكثر من 30% في إطار أيضا تطوير منظومة تعليمية مختلفة، حتى يمكن للطلاب أن يتم تخريج طلاب قادرة على المنافسة عالميا ولمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. نعم، أشكر جزيل الشكر الزميل أحمد أبو الحسن مراسل النيل من مجلس الوزراء. شكرا جزيلا أحمد على هذه المتابعة. وعودة من جديد لمتابعة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلك الزيارة التي تستغرق يومين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية، أهمية هذه الزيارة وكيف تعكس قوة العلاقات وعمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر والإمارات؟ في الحقيقة الزيارة بتأتي في توقيت مهم، وهي دائما يعني في تشاور وتبادل الزيارات بين الدولتين، لأن العلاقات بين مصر والإمارات العربية المتحدة
علاقات وثيقة لها تاريخ من العلاقات المتينة والمتعاون في كل المجالات، مجال الاستثمار، مجال التجارة، مجال التكنولوجيا، مجال المعمار. هذه المرة هناك إلى جانب الملف العلاقات الصناعية بين البلدين بعض الملفات الهامة والعاجلة، منها على سبيل المثال الملف الليبي. الملف الليبي ان بالجهود المصرية والإماراتية تم جمع كل من المشير خليفة حفتر مع رئيس المجلس الليبي سيد فايز السراج لأول مرة، ودول بيتزعموا قوتين رئيسيتين في ليبيا، وبالتالي تم التوافق فيما بينهما على بيان ينويان توقيعه ان شاء الله في القاهرة، تمهيدا بتعديل بعض بنود اتفاق السفيرات. وده في الحقيقة هيؤدي الى ما اعلناه من ان تجرى انتخابات برلمانية ورئاسية لحد اقصى مارس 2018. هذه خطوة في غاية الأهمية، ومصر دائما بتدفع ليها ضمن كل القوات المسلحة اللي تقدر ان تنضم الى الجيش بالآخر. نعم سيد فكر، الملفات الاخرى غير القضية الليبية، القضية الفلسطينية، القضية الاخرى القضية الفلسطينية، بمناسبة ان اليوم مساء سيلتقي الرئيس محمود عباس ابو مازن مع رئيس ترامب، ودي لقاء بيأتي في ظل مشاورات طويلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والفلسطينيين والإسرائيليين، أجراء المبعوث الخاص لرئيس ترامب هو جيمز بلاس، وده بهدف أن التوصل إلى حل، لأن الرئيس ترامب سيزور الشرق الأوسط في نهاية هذا الشهر بمناسبة حضوره مؤتمر قمة حلف الناتو في بروكسل، سيزور مصر والسعودية والصين، فبالتالي ربما يريد ان يحدث اختراقا. ومعروف العلاقات الوثيقه بين كل من مصر والامارات مع الولايات المتحده الامريكيه وما يستطيعان ان تقدمه من دعم للرئيس محمود عباس، خاصه ان المجتمع الدولي كله بيسير نحو انشاء الدولتين واعتبار القدس انها جزء من الضفه الغربيه، وكان اخر حاجه قرار اليونسكو اول امس بانها اعتبرها جزء لا يتجزا من الضفه الغربيه وان اسرائيل دوله محتله. ايضا الملف اليمني، الدولتين مصر والامارات مع السعوديه داخلين في التحالف، فبالتالي لابد من ايجاد مخرج بعيدا عن القتال وبعيدا عن الحرب وفقا لمخرجات مؤتمر المصالحة اليمنية والمبادرة الخليجية وقرارات الأمم المتحدة. الأزمة السورية طبعا ستكون أيضا موضع اهتمام، لأن كل هذه الأزمات بتزيد من الإرهاب وتفتح المجال للحركات الإرهابية لتشيع عدم الاستقرار ومزيد من الدمار وتفكيك هذه الدول. نعم سيادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، أشكرك شكرا جزيلا ومعذرة لضيق الوقت. وصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يعد فرصة لزيادة الاستثمار في مصر، وأكد وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان أن عدد مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد التي طلبت الحكومة إعادة المداولة فيه كان بها عدم وضوح في الصياغة وتحديد أدوار الوزارات. وأوضح المستشار مروان أن الهدف من اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية اليوم هو وضع الأمور في نصابها حتى تكون أدوار الوزارات متكاملة وليست متعارضة.
أشار المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل فيما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسريب امتحان اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني من الصف الأول الثانوي التابع لإدارة أبو النمرس التعليمية بمحافظة الميزة، كما أمر بفتح تحقيق في تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي بإدارة الخانكة التعليمية، وكذلك امتحان الجبر للصف الأول الإعدادي بمحافظة الفيوم. ووجه رئيس الهيئة بسرعة البث في المسؤوليات التأديبية وتوقيع عقوبات مشددة على من يثبت تورطه في ذلك الأمر. بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية المخصصة لدراسة مشروع القانون العربي الاستشهادي لحماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية برئاسة تركي ظهوري ممثل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة. قال ظهوري إن هذا الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدار يومين يناقش مشروع قانون عربي استرشادي بشأن تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية. وأضاف الظهوري في تصريحات له على هامش الاجتماع أن مشروع القانون يقدم الدعم للدول العربية عند وضع تشريعات خاصة بتعويض ضحايا العملية الإرهابية. أعلنت الخارجية في كازاخستان أن وفد فصائل المعارضة السورية المسلحة سيعود غدا الخميس المشاركة في محادثات أستانا حول سوريا. وأضافت الخارجية أنه من الممكن أن يتم التوقيع على وثيقة المناطق الأربع لتخفيف التصعيد في سوريا في نهاية مفاوضات أستانا، مشيرة إلى أن اجتماعات اليوم جرت حول المبادرة الروسية الجديدة. كان وفد المعارضة السورية في مفاوضات أستانا قد أعلن تعليق مشاركته في المحادثات احتجاجا على عدم التزام النظام السوري بوقف إطلاق النار. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من دمشق اللواء محمد عباس نائب مدير الأكاديمية العسكرية العليا. سابقا سيادة اللواء، بداية إذا ما تحدثنا عن مؤتمر أستانا هذه المرة، برأيك هل يختلف عن المرات السابقة، وهنا نخص بالذكر تحديدا بعد الضربة الأمريكية لمطارات الشعيرات؟ يعني أمريكا موجودة على الجماعات السورية وكذا المجموعات الغربية المسلحة من عام 2011، وهذا ليس بجديد. إذا أدركت أن المجموعات المسلحة هي الجيوش البديلة لأمريكا التي تقاتل في الجغرافيا السورية، وعندما ضربت في منطقة الشعيرات فهذا أيضا ليس جديد، هي تحاول دعم مجموعاتها. أما اليوم فعندما تلتقي أمريكا وتحاول أن يدخل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لكي يكون أيضا مشاركا في مفاوضات أستانا، فهذا أيضا أعتقد أنه شيء إيجابي وجديد، وربما يسجل لترامب أنه بدأ يدخل في المسألة فيما يجري في سوريا. لا أريد أن أقول المسألة السورية ولدينا سوريا، نحن نتعرض لحرب والعدوان هي حرب الإرهاب وحرب أمريكا على سوريا، ونستطيع أن نسميها أي تسمية إلا نسميها أزمة، لا توجد في سوريا أزمة. نعم. طيب سيادة اللواء، كان هناك مقترح روسي أيضا بإنشاء 4 مناطق آمنة في سوريا، من وجهة نظرك هل هي تطابق مثل هذا الاقتراح الأمريكي التركي السابق يتطابق معه؟ هل سيلقى ترحيبا من جميع الأطراف أم لا؟ العرض الأمريكي والعرض التركي كان عرضين يهدفان إلى إقامة مناطق آمنة تحت السيطرة التركية وتحت السيطرة الأردنية الأمريكية في الجنوب وفي الشمال، وبالتالي هذا كان يكرس مسألة التقسيم ومسألة سيطرة دول أخرى بعينها على جغرافيا سوريا. اليوم فيما يتعلق بالعرض الروسي في تصوري وفي رأيي الشخصي أنه عبارة عن محاولة لإيجاد مناطق يمكن لها أن تكون أقل تصعيدا في المجال العسكري، ويمكن أن تضع بطريقة أخرى داخل الجغرافيا السورية. إذا تطلعنا نجدها في منطقة الخميس وفي منطقة حماة وفي منطقة الغوطة، إذا هي ليست منطقة حدودية وتقع تحت سيطرة وسلطة دول الجوار الإقليمي التي لها أطماع وتطلعات عدوانية في الشمال وفي الجنوب السوري. وفي اعتقادي أيضا أن هذه المسألة عليها تنسق تماما مع الدولة السورية،
وفي اطار السياده السوريه وفي اطار ما يمكن ان يضمن لهذه المناطق ان تكون دائما ضمن السياده السوريه وضمن الدوله السوريه. نعم، اشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركه، شكرا جزيلا لك. بدعوة من تيار الغد السوري عقد بالقاهرة الملتقى التشاوري للقوى الديمقراطية في سوريا بمشاركة عدد من المعارضين السوريين، وذلك لبحث الأزمة في سوريا وإيجاد حلول لها. أكد المشاركون في الملتقى على ضرورة الوحدة بين فصائل المعارضة لإنهاء الصراعات الدائرة على أرض سوريا، ويستمر هذا الملتقى حتى 5 مايو الجاري. المصالحة الوطنية ضرورة تفرضها شروط الحياة والعيش المستقر، والثأر والانتقام دائرة نار لا تنتهي، دائرة تحرق كل من حولها. الستان وجنيف ثم القاهرة، لقاءات لمعارضين سوريين وسياسيين لمناقشة الأسباب التي أدت إلى عدم نجاح مشاريع الحل السياسية السابقة وأسس الحل الوطني الواقعي والقابل للتنفيذ. الآن في حلول سياسية عم تنطرح أو مبادرات سياسية عم تنطرح، لكن ما عم تلاقي الفضاء على أرض الواقع، ما عم تلاقي نتيجة لا دوليا ولا عربيا ولا حتى محليا بسوريا. فنحن رح نحاول أنه نتدارس أنه ما هي إمكانيات وجود حل سياسي واقعي قابل للتحقيق في سوريا الآن. منفتحين على الجميع لكي يساعدوننا في الوصول إلى حل للقضية السورية، على أن لا يتم سرقة الأجندة الأساسية للثورة السورية لتخدم أجندات إقليمية أو دولية. نحن نريد أن نحقق تطلعات المواطن السوري اللي خرج وطالب بالكرامة والحرية والوحدة. اللقاء يناقش عدة محاور، أهمها تطورات ملف الأزمة السورية والمعوقات التي تساهم في إبطال كل محاولات السلام في سوريا. مراجعة نقدية شاملة للثورة السورية من حيث أسبابها وسيرتها ونتائجها، وسيقدم كثير من المتداخلين آرائهم حول تطورات هذه الثورة. ثم هناك محور ثاني سيناقش أزمة ويحلل أزمة المعارضة الوطنية الديمقراطية، هذه المعارضة المغيبة والمهمشة إقليميا ودوليا، وهي الوحيدة المؤهلة لقيادة الحل السياسي السوري. ولم تحقق 3 جولات تفاوضية سابقة في كازاخستان هدفها لحل النزاع السوري الذي خلف الآلاف من القتلى في 6 أعوام ماضية، ولعل هذا اللقاء يكون خطة جادة نحو تصحيح مسار الأزمة السورية. اتحاد المعارضين السوريين لحل الأزمة السورية بعيدا عن تدخل أي أطراف أخرى هو الحل لتغيير الوضع الراهن وإنقاذ سوريا من مصير مقبول. من مقر انعقاد مؤتمر باسم الشاعر أنيل. ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة ملغومة في مدينة أعزاز بالريف الشمالي لحلب إلى 7 قتلى و20 مصابا. أفادت مصادر بأن الانفجار وقع قرب مسجد اليتيم وسط أعزاز القريبة من الحدود مع تركيا، وكان ناشطون سوريون قد أفادوا في وقت سابق بمقتل 3 أشخاص في قصف جوي في ريف الحسكة الجنوبي الخاضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين روسيا وتركيا تتخذ طابعا خاصا وأنها تتعافى بشكل كامل. وقال بوتين خلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي اليوم إن العلاقات بين البلدين تتطور كما هو مخطط لها، وأنه من الجيد إجراء محادثات عن القضايا الرئيسية للتعاون الثنائي حيال القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة السورية. من جانبه أشار الرئيس التركي إلى أن روسيا وتركيا يمكنهما بخطوات مشتركة أن يؤثرا على الوضع في الشرق الأوسط.
انفجار غربي مدينة الموصل اليوم، وذلك بالقرب من مسجد النور الذي ظهر فيه زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في يوليو في عام 2014. كانت القوات العراقية قد أعلنت تحرير شرقي الموصل تماما في يناير الماضي، بعدما شنت رسميا عملية لاستعادة السيطرة على المدينة في أكتوبر. وفي فبراير بدأت القوات في دفعة جديدة لتطهير غربي الموصل من تنظيم داعش، ولكن بعد أسابيع توقف تقدمهم بسبب المقاومة الشديدة من أفراد التنظيم. كشف مرصد الحريات الصحفية بالعراق أن 11 صحفيا قتلوا في العراق وأصيب 44 آخرون منذ مايو من العام الماضي في مناطق متفرقة من البلاد. كما سجل المرصد خلال الفترة ذاتها 375 حالة انتهاك بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام. ودعا المرصد الحكومة العراقية ومجلس النواب إلى العمل على توعية القوات الأمنية بطريقة التعامل مع وسائل الإعلام واتخاذ إجراءات رادعة بحق من يخالف القوانين ويمنع الصحفيين من التغطية الإعلامية في البلاد. أحبطت قوات الحزام الأمني في محافظة أبين اليمنية اليوم هجوما لمسلحي تنظيم القاعدة على منطقة شقرة الساحلية للسيطرة عليها. ذكرت مصادر أمنية يمنية أن عددا من مسلحي القاعدة لقوا مصرعهم في الهجوم الفاشل وإجبار الآخرين على الفرار إلى جهة غير معروفة، وأشارت إلى إصابة بندقين من القوات الأمنية التي انتشرت وبكثافة واستحدثت نقاط تفتيش عقب الهجوم. من جهة أخرى قتل 24 مسلحا من عناصر الحوثيين وأصيب العشرات في غارات لطائرات تحالف ومواجهات مع القوات الأمنية اليمنية في مناطق متفرقة غرب مدينة تعز. أعلنت إسرائيل أنها ستخفض مجددا مساهمتها في موازنة الأمم المتحدة احتجاجا على القرار الأخير لمنظمة اليونسكو الذي اعتبر أن كل الإجراءات التي اتخذتها قوة الاحتلال في القدس الشرقية لتغيير معالم المدينة إجراءات باطلة. كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد اعتبر أن هذا القرار ينكر وجود أي ربط تاريخي بين اليهود والقدس. جاء في قرار اليونسكو الذي صدر الثلاثاء أن كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل قوة الاحتلال التي غيرت أو تسعى إلى تغيير وضع مدينة القدس المقدسة هي باطلة وكأنها لم تكن ولا بد من إلغائها. نشرتنا تتواصل معكم وفيها بعد هذا الفاصل مناظرة حاسمة الليلة بين ماكرون ولوبان تحدد ساكن الإليزي الجديد. الرئيس السيسي يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية تستمر يومين لبحث تعزيز التعاون الثنائي وقضايا المنطقة. مجلس الوزراء يوافق على تغليظ عقوبة الإتجار والتنقيب وتهريب الآثار لتصل إلى المؤبد، ويبحث خطط تطوير نظام التعليم. خارجية كازاخستان تقول إن فصائل المعارضة السورية ستعاود غدا المشاركة في محادثات أستانا بهدف إنهاء القتال في سوريا. والآن مشاهدينا مع أهم أخبار المال والأعمال وأهم أخبار الاقتصاد. أهم أخبار الاقتصاد مع زميلة ميرفة المليجي. إليك ميرفة. شكرا غادة وريهام، وأهلا بكم مشاهدينا وهذه الوقفة الاقتصادية لبانوراما النيل وأبرز ما فيها. مشتريات المستثمرين الأجانب تدعم البورصة المصرية لتربح أكثر من مليار جنيه في ختام التعاملات.
بحضراتكم والبدايه مع البورصه المصريه، حيث تباين اداء مؤشراتها لدى اغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من المستثمرين الاجانب افرادا ومؤسسات، بالاضافه الى المؤسسات المصريه والعربيه، وذلك وسط حاله من الترقب لتقرير بعثه صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليا. وقد حقق راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيده مكاسب محدوده قدرها مليار و100 مليون جنيه، ليصل الى 655 مليار و100 مليون جنيه بعد تداولات بقرابه 672 مليون جنيه. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه باستيعاب جميع حاجز الأراضي السكنية المميزة التي طرحتها الوزارة بمدينتي الناصرة الجديدة بغرب أسيوط وغرب قنا. وأشار الوزير إلى أن كل من تقدم بالحجز ويدفع المقدم سيحصل على قطعة أرض، وسيتم إجراء القرعة لتحديد موقع القطعة التي سيحصل عليها الحاجز فقط، مؤكدا أن سحب الكراسات الشروط ودفع مقدمات الحجز مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 15 من مايو المقبل. بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة علي العايد أوجه تعزيز التعاون والاستعراض المشروعات البترولية المشتركة بين البلدين. وقد تم خلال اللقاء بحث الاستفادة الاقتصادية المثلى من الموارد المتاحة في البلدين، وكذلك تعزيز التعاون فيما بينهما والاستفادة من إمكانيات وخبرات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى في مختلف المجالات، خاصة في مشروعات توصيل الغاز والتي تشهد نموا ملحوظا بالأردن خلال الفترة الأخيرة. أكدت وزارة البترول على أن هيئة الثروة المعدنية تلقت 14 عرضا من شركات تعدين عالمية للمشاركة في المزايدة العالمية رقم 1 لسنة 2017 للبحث والتنقيب عن الذهب في 5 مناطق بالصحراء الشرقية وجنوب سيناء. وأضافت الوزارة أنه تم تشكيل لجان فنية ومالية وقانونية بهدف دراسة وفحص وتقييم العروض 14 المقدمة للمشاركة في المزايدة، حيث سيتم إعلان النتائج فور انتهاء اللجان من التقييم. كانت هيئة الثروة المعدنية قد بدأت منذ 15 من يناير الماضي وحتى 20 من أبريل الماضي طلبات المشاركة بمزايداتها العالمية للتنقيب عن الذهب. بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي اليوم مع تشارلز فيليبس الرئيس التنفيذي لشركة انفير العالمية المتخصصة في مجال تقديم الحلول التكنولوجية الذكية لقطاع الأعمال خطط أعمال الشركة الاستثمارية بمصر والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. وقد أوضح بيان لوزارة الاتصالات أن المهندس ياسر القاضي قد استعرض الجهد الذي تبذله الدولة لتمكين الكوادر التكنولوجية حتى تصبح قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. جدير ما بالذكر أن شركة انفور العالمية تعمل في مجال تطوير البرمجيات والتطبيقات التكنولوجية لمؤسسات الأعمال، ويعمل بها نحو 15 ألف مطور وموظف منتشرين في حوالي 21 دولة ولديها 90 ألف عميل حول العالم. شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وطبقا لآخر تحديث بلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 17 جنيها و95 قرش للشراء، وللبيع بلغ 18 جنيها و5 قروش. يذكر أن أسعار صرف الدولار قد شهدت تذبذبا طفيفا خلال التعاملات الأسبوع الماضي وأيضا بداية الأسبوع الحالي. اتفقت الصين والإمارات على الدفع بخطوات لإكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي والتعاون في مجالات مكافحة الفساد وأيضا ملاحقة الهاربين واسترداد أموالهم غير المشروعة. جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة التعاون المشتركة بين الجانبين في بكين بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد النهيان. وقد بحث الجانبان خلال الاجتماع التعاون في مجالات التنمية والنفط والغاز وبناء الموانئ والمناطق الصناعية والطاقة النووية والطيران والفضاء.
كشف مكتب العمل الاتحادي الألماني عن أن معدل البطالة في البلاد قد وصل في إبريل في مؤشر جديد على أن سوق العمل القوية ستواصل تعزيز الطلب المحلي وتدعم النمو في أكبر اقتصاد بأوروبا. وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل المعدل في ضوء العوامل الموسمية قد انخفض إلى 15,000 إلى قرابة 2,543,000، ليهبط عن توقعات سابقة بهبوط قدره 12,000 وفقا لاستطلاعات الرأي. وقد استقر معدل البطالة عند 5.8%، وهو أدنى مستوى منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا في عام 2009. تعافت أسعار النفط العالمية من أدنى مستوياتها في عام 2017 بعدما أظهرت بيانات أولية انخفاضا أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية، الأمر الذي زاد من التوقعات بشأن تراجع زيادة في المعروض العالمي من الخام في الأسواق العالمية. وقد زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 35 سنتا مسجلا $50.81 للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 28 سنتا ليصل إلى $47.90 للبرميل. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية وعودة لزملاء لاستكمال ما تبقى من بانوراما النيل. إليكم. شكرا للزميلة ميرفة النيل. تتجه أنظار العالم الليلة إلى العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة المناظرة التاريخية والحاسمة التي ستجمع بين مرشحي الرئاسة إيمانويل ماكرون مرشح الوسط المؤيد لأوروبا ومارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف، والتي سيسعى خلالها كل منهما لجذب أصوات المترددين الذين تقدر أعدادهم بنحو 6 ملايين. يقدم المرشحان برنامجين في تعارض تام حول معظم القضايا، ولا يجمع بينهما سوى تأكيد كل منهما أنه يجسد القطيعة مع نظام السلطة. وتمثل المناظرة التلفزيونية بين مرشحي الرئاسة تقليدا في فرنسا يعود إلى عام 74 وتلعب غالبا دورا حاسما في نتيجة الاقتراع. قال كبير المفاوضي للاتحاد الأوروبي بشأن البريكسيت ميشيل بارنييه إلى أنه لا يسعى إلى معاقبة بريطانيا في الوقت الذي تزداد فيه حدة التوتر بين الجانبين مع اقتراب موعد بدء المفاوضات. وخلال عرضه لخطته للتفاوض حول البريكسيت في بروكسل، قال بارنييه أن الانسحاب من الاتحاد ليس رقما أو ثمنا يجب دفعه، معتبرا أنه خروج منظم مع حسابات يجب تسديدها ومجموعة مسائل يجب تسويتها. ودعا كبير المفاوضين للاتحاد الأوروبي إلى أن يتحلى بضبط النفس وأن يسعى لإيجاد حلول، لأن الهدف هو التوصل إلى اتفاق. قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 25 آخرون من المدنيين في تفجير استهدف موكبا لقوات أمريكية في العاصمة الأفغانية كابول. من جانبه أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هجوم كابول الانتحاري. مشهد جديد للعنف تشهده أفغانستان بعد أن قام انتحاري باستهداف قافلة عسكرية أمريكية بسيارته الملغومة في العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 مواطنين أفغان وإصابة 25 شخصا وثلاثة جنود أمريكيين. لقد أصيب نحو 25 مدنيا في الهجوم الذي وقع ساعة الذروة بالقرب من السفارة الأمريكية، وقد دمر عددا كبيرا من السيارات المدنية. هذا وقد أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري بعد أن أعلن الطالبان عن بدء هجومها الربيعي السنوي في وقت سابق، حيث كانت تستهدف بشكل مستمر القوات الأمريكية في أفغانستان. يشار إلى أن القوات الأفغانية تبذل قصارى جهدها للقضاء على طالبان بعد أن أنهت القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو مهامهم العسكرية في أفغانستان نهاية 2014، ليصبح الوجود العسكري الأمريكي هناك نحو 8,000 جندي من أجل دعم القوات الأفغانية في مكافحة الإرهاب.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن قرارها بعدم اتهام 2 من ضباط الشرطة في مقتل رجل أسود قد لا يعد النهاية القانونية للقضية، وأضاف أن القرار لا يمنع السلطات بالدولة من إجراء ما يخصها من التحقيقات في مقتل ألتون ستيرلينج الصيف الماضي واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية ناتجة عن التحقيق. هذا وقد تجمع العشرات أمام المتجر الذي قتل فيه ستيرلينج للصلاة مطالبين السلطات باتخاذ ما يلزم من الإجراءات. شهدت فنزويلا مظاهرات واشتباكات جديدة احتجاجا على شروع الرئيس نيكولاس مادورو صياغة دستور جديد، وذلك بعد شهر على بدء موجة التظاهرات والعنف التي أودت بحياة 28 شخصا. وأغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية في كل أنحاء البلاد، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لفض المتظاهرين غرب العاصمة، بينما وقعت اشتباكات بين ملثمين مسلحين شرق كاراكاس. من جهته اعتبر زعيم المعارضة المرشح السابق للانتخابات الرئاسية أن مشروع مادورو من شأنه تصعيد الأزمة الخطيرة التي تشهدها البلاد. بانوراما النيل لازالت تتواصل معكم، وفيها بعد هذا الفاصل فرقة فنية من سيناء تستخدم أدوات الحرب كآلات موسيقية في عروضها. حان موعد الوقفة الرياضية في بانوراما الرابعة. أهم أخبار الرياضة مع زميلة رهد أبو ليلى. أهلا بك رهد، تفضلي. شكرا غادة وريهان.